Good evening everyone, welcome back to my channel. خير عليكم حابب بكم اين ادخل في لاشين تاعي. الدرس تاع اليوم راح يكون على ability و inability. بون كنت راح نبدا نحط the present simple قبل ability و inability، بصح جاتني لا فيديو بزاف بزاف طويله وزيد دومونداو بزاف هذا الدرس، تما حبيت نسبق به. So ability و inability اللي نستعملوا فيها the auxiliary verb can و can't. قلنا auxiliary verb هو الفعل اللي نزيدوه للفعل الأولي، معناها ما يجيش وحده، يجي دائما معاه another verb فعل آخر. So we use the auxiliary verb can. كتبوا معايا هنا، اللي حاب يكتب القاعدة يكتبها. So we use the auxiliary verb can to express ability. نستعمل auxiliary verb الفعل can للتعبير عن القدرة. And we use the auxiliary verb can't to express inability. معناها هنا نستعملو verb can't للتعبير عن عدم القدرة. دوكا نبداو بالability. ability وش معناتها؟ القدرة معناها كي نعبرو على القدرات تاعنا ولا الأشياء اللي نقدرو نحنا نديروهم. هذا الدرس بزاف ساهل، فهموا برك باللي ability معناها القدرة واللي نستعملو فيها can. وكيفاش نستعملو؟ نديرو برك subject اللي هو الفاعل plus can plus verb root. وش معناتها الverb root؟ معناها احنا عندنا for example نكتبو to speak. to speak هذا يا فعل يتكلم، راهو في الانفينيتيف. وش فيه؟ فيه to plus verb root. تسمى هذا هو الverb root، معناها كل ما يعطيكم فعل في الانفينيتيف نتوما واش ديروا؟ تدوا غير هذا الفعل وتزيدوا له كان، هكا واش يولي؟ هكا تولي تعبروا على القدره اللي هي ability. وديروا في بالكم بلي مع الضمائر كامل كيف كيف، معناها مع الشي الهي الايت الوي والذي ماهيش راح تتبدل. هذه الحاجه السهله في الability و inability. تسمى ديروا الفاعل اللي قادر يكون ضمير قادر يكون اسم، تزيدوا كانت وتزيدوا الverb root اللي هو هذا، مع الهي والشي والإت ما تزيدوا الأسماء والو، يقعد هو هو. درت لكم أمثلة كيما هنا، عندنا كريم can speak English. أكو تشوفوا المثال، هاوليك الverb root وهاوليك auxiliary verb can، معناها كريم يستطيع تحدث الإنجليزية، ثم كان معناها يستطيع. عندنا هنايا we can paint the house in a day. نستطيع، هذه نحن نستطيع طلاء المنزل في يوم واحد. شتو واش رانا نديرو؟ رانا نعبرو على القدرة تاعنا باللي نقدرو نصبغو الدار في نهار واحد. وعندنا المثال الاخر اسماء can drive a car، معناها اسماء تستطيع قيادة سيارة. هنا واش درنا؟ عبرنا على القدرات تاعنا. هنا شو استعملنا؟ استعملنا كريم واستعملنا وي، وشوفوا حاجه ما تبدلت، درنا الروت تاع الفيرب وزدنا له برك كان، هكا عبرنا على القدره. ثم اي فعل يعطوه لنا ما يهمش واش من الفعل، يقول لك رجحولي ability ولا رجحولي تهضر على القدره، واش دير؟ تخلو الفعل كيما راهو، تنحو له برك تو تاع الانفينيتيف. واش تزيدوا له؟ تزيدوا له كان مع كل الضمائر ومع كل الفاعل. ودوكا نروحو للانابيليتي. انابيليتي نفس الشيء كيما ابيليتي، برك هي عدم القدره، معناها نهضوا على الصوالح اللي ما نقدروش نديروهم. واش راح نديرو فيها؟ نقلبو برك في بلاصه ما نديرو كان نديرو كانت. هاي القاعدة واش تقول؟ subject اللي هو الفاعل plus can't زائد auxiliary verb can't plus verb root اللي هو الفعل الأصلي، معناها الفعل كيكون في الانفينيتيف نحولو تو برك ونخلوه هو هو وما يتبدلش تاني مع قاع الضمائر. هاوليك مثال I can't eat fast، لا أستطيع الأكل سريعا. شو واش درنا؟ درنا the auxiliary verb can't وزدنا له الverb root. وعدنا هنا تاني مع ضمير we can't come early. we can't come early عدنا can't plus verb root، ما بدلناه ما والو، قعد هو هو. هنا verb to eat دينا root، هنا verb
to come. ادينا تاني root. وعدنا هنايا سلمى بون، هذه معناها لا أستطيع القدوم باكرا. هنا عدنا سلمى and أحمد can't attend the party، اللي هي verb to attend، verb يحضر، معناها سلمى وأحمد لا يستطيعان حضور الحفلة. شتو جدنا؟ attend دينا root plus can't، هذا ما كان. بهذه الطريقة تقدروا تعبروا على عدم القدرة، واللي هي نحضر على الصوالح اللي ما نقدروش نديروهم احنا ولا اي واحد اخر. ودوكا نروحوا الانتروغاتيف، اللي هي طريقة طرح السؤال باستعمال كان. طريقة تانية سهلة بزاف، اللي هي نديروا حاجة واحدة برك، كانت subject plus كان باش نعبروا على القدرة، بصح في السؤال نقلبوا، في بلاصة ما يقولوا you can نقولوا can you، معناها نسبقوا بالكان plus subject plus verb root plus ما تنساوهاش هذه دايما لازم تكون عند الاستفهام، دايما لازم تكون. so واش تولي؟ هاوليك مثال، حنا كي تكون نعبروا على الابيليتي واش نقولوا؟ you can play the guitar. اذا حبينا نسقسوا واحد اذا يعرف يلعب الجيتار واش نقولوا له؟ can you play the guitar، هل تستطيع استعمال الجيتار. وهنايا can they speak spanish، حنا رانا نسالوا اسكو هذوما يعرفوا يهضروا اسبانيه، تما هنا رانا نسقسوا اذا قادرين يهضروا الاسبانيه، can they speak english. وعندنا تاني الاخرى can she swim، بول امسيتها can she swim، معناها هل تستطيع السباحه. كما راكو تشوفوا مع كاع الضمائر ما تبدل، ما زدنا الاس ما زدنا الاس ما زدنا اي اس ما زدنا والو، كان برك نقلبوها مع الفاعل، نبداو بكان بلس سبجكت بلس فيرب روت، تولي لكم هكا انتيروغاتيف. وهكذا رانا فهمنا كيفاش نعبروا على القدره وعدم القدره وكيفاش نطرحوا سؤال في القدره. في الابيليتي قلنا واش نديروا؟ نديروا برك سبجكت بلس كان بلس فيرب روت. وهنايا في النيجاتيف واش نديروا؟ بليتو في الانابيليتي واللي هي عدم القدره، نديروا سبجكت بلس كانت بلس فيرب روت. ودوكا نروحوا للانتيروغاتيف، قلنا برك نقلبوا السبجكت مع الكان، نبداو بالكان بلس سبجكت ومن بعد نديروا الفيرب روت. ودوكا كي كملنا هذوما راح نروحوا للسترونغ اند ويك فورم، هذه بزاف دمونداوهم لي، معناها وقتاش نستعملوا السترونغ فورم وقتاش نستعملوا الويك فورم. The difference between the strong form and weak form هي طريقة النطق، وقتاش نزيروا على الكلمة معناها على الكان ووقتاش نهضروها بطريقة ضعيفة. strong form اللي هي كي نزيروا على الكلمة، والweak form كي ما نزيروش على الكلمة. هنايا درت لكم وقتاش تكون في الweak وقتاش تكون في strong. the weak form اللي هي تتكتب هكا، بون هذه الطريقة مكتوبة في الفونيتيك، معناها هذو كيفاش الصوت يتكتب، ماشي معناها الكلمة كيفاش تتكتب. هنا الصوت واش نديرو كي نكتبو في فونيتيك؟ نديرو هاد الشلطة نكتبو الأصوات ونديرو هكا، تما هذا يا الصوت هو أ، تما كي نقراو كان كيفاش تكون؟ كان تكون في الويك فورم. كان is pronounced can in questions and in the middle of statements. واش معناتها؟ معناها نستعملو كان في الويك فورم، معناها بهذه الطريقة تكون كي نسألو سؤال في الكان، كيما عدنا هنايا في الانتيروغاتيف وماركي كيفاش طرحنا السؤال can you play the guitar، can you play the guitar، وماركيتو هنا ما زيرناش على الكان، تسمى الكان راهي weak form. وعدنا تاني in the middle of a statement، معناها في وسط جملة تصريحية، معناها جملة ماشي في النيجاتيف، جملة عادية كيما هنايا، كيما هنا درنا كريم can speak English. We can paint the house in a day. أسماء can drive a car. هنا راهي weak form. على راهي جملة تصريحية. وتاني هنا في السؤال can they speak Spanish? Can she swim? راهي weak form. ثم كما قلت لكم كي تكون في interrogative ولا تكون في جملة affirmative، جملة تصريحية عادية، الكان قبالة راح تديروها بهذه الطريقة، معناها weak
form علاه ما نش مزيرين على النطق تاع الكلمة can. ودوكا نروحو ل the strong form تاع can. the strong form تاع can هي تتكتب هكا. ماذا بيكم تحفظوا الرموز هذو كيفاش يتكتبوا؟ اوكي ثم هنا عندنا strong form اللي هي can. can رانا مزيرين عليها ماشي كيما can تاع weak form. هذه can. can is pronounced can at the end of a short answer to a yes or no question. واش معناتها؟ معناها وقتاش نستعملوها بالسترونغ فورم كي تكون كان مستعمله في اجابه نعم ولا القصيره. واش معناتها؟ شو كي واحد يسقسيكم can you speak english، كي واحد يسقسيكم can you speak english، الاجابه واش راح تكون؟ نعم استطيع او لا استطيع. معناها yes I can ولا no I can't. اوكي هذه الاجابه اللي راح تكون. ثم كي تكون الاجابه تاع yes or no قبالها غير تصيبوا yes في الاجابه، yes she can، yes I can، yes they can، قبالها ديروا strong form. قبالها yes تصيبوا yes ديروا strong form. واذا صبتوا سؤال قلنا weak form، واذا صبتوا جمله تصريحيه عاديه ثاني weak form. وذوكا the last one اللي هي can't. can't هي السهلة قاع فيهم. علاش؟ باسكو can't doesn't have a weak form it's a strong form. واش معناها؟ can't ما عندهاش weak form، can't تجي دايما strong form اللي تتكتب بهذه الطريقة. حفظوا منيح طريقة تاع الكتابة تاع كان وكان تاع strong form والweak form. ماشي لازم تعرفوا تكتبوهم، المهم برك كي تشوفوهم تقدروا تفرقوا ما بين the strong form و the weak form. can't تكتب دايما هكا. ثم إذا صبتوا can't في السؤال ولا في التمرين مشي مكتوبة بهذه الطريقة وصبتوها في النيجاتيف، أعرفوا قبالها باللي غلطة، بس كي على can't ما عندهاش weak form. نعاود for the last time. the weak form نستعملوها معناها وقتاش تكون can ما تكونش مزيره في النطق تاعها، معناها يكون النطق ضعيف كيما نصيبوها في السؤال بدايه السؤال، ولكن نصيبوها في الافيرماتيف معناها الجمله التصريحيه نورمال. وقتاش تكون سترونغ؟ تكون سترونغ في النهايه تاع سؤال، تكون قلت لكم في النهايه تاع الجواب تاع يس اور نو كويستشن. معناها كي نسقسو والاجابه راح تكون نعم او لا كيما هنايا yes she can ولا yes they can ولا yes I can. هنايا weak form علاش رانا مزيرين على can. هنا ما نش نقولو كيما هنا، رانا نقولو can. اوكي وقلنا تاني في النيجاتيف can't ما عندهاش weak form قاع، دايما can تكون strong form وتتكتب هكا. وهنا درت لكم ان اكتيفيتي باش نشوف اذا فهمتوا الويك والسترونغ فورم. سو عندنا 5 سنتنسز وانتم هنا تخيروا اذا ديروها بهذا الفورم ولا هذا الفورم. انا دوكا ما نقولكمش اذا هذا ويك ولا سترونغ، اذا هذا هو الويك ولا سترونغ، ولا هذا هو الويك ولا سترونغ. انتم جاوبوا عليها ومن بعد هيك قولوا لي في لي كومونتير تحت اذا جبتوه صحيح ولا لا. لا حبسوا برك ديروا بوز لل فيديو، جاوبوا على السؤال بريتو على التمرين، ومن بعد هيك عاودوا مشوا لا فيديو وانا نكون درت الاجابه. هذه هي الاجابه الصحيحه تاع التمرين تاعنا. كيما هنايا عندنا وي كان تيك ذا كات، هنا واش تجي؟ تجي في الويك فورم. علاش؟ باسكو جمله تصريحيه عاديه، اتس ان ذا ميدل اوف ستيتمنت، انها في وسط جمله تصريحيه. عندنا ثانية اللي هي yes they can، هنا درتها في strong form. علاش؟ باسكو الإجابة شوف تاع yes or no، قلنا وين نصيبو yes or no قبالة راح نديرو هنايا في strong form، وتكون إجابة قصيرة معناها ماشي جملة complete، تكون غير yes plus subject plus can. هذا ما كان هنا كيفاش تكون strong. وهنايا can you draw، هنا درت لهم في الويك فورم. علاش؟ باسكو هذايا سؤال، كي يكون سؤال قلنا تكون ويك فورم. دوكا عندنا الاخرى اللي هي can't، هنا no I can't، كريم احمد can't drive. في زوج واش درت لهم؟ درتهم هنايا في سترونغ فورم باسكو على هذه كاع ما كاش منها، على هذه ويك فورم، وقلنا can't ما عندهاش
a weak form. دوكا نلحقنا لنهاية لا فيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا، ان شاء الله تكون جاتكم سهلة. See you on my next video. المرة الجاية ان شاء الله راح يكون على the present simple. Goodbye.